قسما بالطريبيش ديالنا. اسمع معايا، اسمع. تحياتي لكم اخوانا اخواتي. انا صراحه قررت اني ما نبقاش ندير بحال هذا النوع ديال الفيديوهات اللي فيهم يعني الهضرات حي سياسي ولا التخربيق، بغيت ندير فيديوهات سكيت الى اخره، لكن بعض المرات كتكون فيك شي حاجه خصك تقولها. دابا بحال دابا هذا الفيلم ديال بركان، انا بديت انا كان القضيه ديال الاتحاد العاصمه وبركان وهذا القميص والرايه المغرب وداك الشيء، انا بديت انا كنفكر في هذا الشيء كله وكنشوف القنوات المغربيه واليوتيوبرز كلشي فرحانه، خشينا عليهم ضحكنا عليهم شطحناهم فضحناهم في العالم. ولكن اخوتي ما فكرتوش في واحد القضيه، انا كنشوف انا في هذا الفيلم كامل ديال سميتو ديال خرائط المغرب ديال بركان، اللي جلس على القلب هو حنا المغاربه. وانا غادي نقول لكم على شي صراحه خصني نقولها وما تقلقوش، صراحه حنا اللي هما قلبونا يعني في هذا الفيلم ديال بركان. واخا هما خسروا الماتش ب 3-0 هما رابحين، علاش رابحين؟ نقول لكم علاش. حنا ربحنا ماتش ولكن هما ربحوا ارض شاسعه. انا نقول لكم علاش، يعني هما قلبونا. صور صور هذا راه عياشي، هذا راه ملكي، هذا راه كيحب المالي وكيموت على المالي. وسمعتي شنو قال؟ وسمعتي شنو قال؟ يعني ما يتسال اول مره كتقول كلمه الحق، يعني ما يتسال. قال لك راه اللي جلسنا على القالب هما حنا. وسمعتي ابو كرشه؟ وسمعتي غراندايزر؟ سمعتي تريني تريني بها الصباح صاحبي، على الله عسى تهبط لك لتحت ولا الدور اللور ولا شوف فين دي. طلع الفوق والبزاز اللي عندك كبار، طلع طلع. قال لك راه اللي هز القالب هو حنا اللي جلسنا على القالب. علاش؟ لان ربحنا قال لك ماتش. ولكن قال لك اسمع اسمع، العالم كله استعرف واحد الحاجه سميتها الصحراء الغربيه، العالم كله ساق الخبار. كاع داك اللي ما فايق فيقتو فيقتو المسطي فيقتوه فيقتو المسطي. اسمع 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 السلام كتحب. اسمع مزيان اسمع اي باش نتفاهموا، فكروا شويه، فكروا معايا في هذا الشيء وقولوا عليا انا حماق وقولوا عليا انا حاسد وقولوا عليا اللي بغيتي تقول، ولكن فكروا 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 بالعقل. دابا فاش جات نهضات بركان مشات درت هذيك الخريطه المغرب كامله، خريطه بالصحراء المغربيه ياك، بلا الصحراء الشرقية، بلا الصحراء الشرقية. وحنا عارفين بأن الصحراء الشرقية أراضي مغربية خداتها فرنسا وعطاتها للجزائر. وغير قبل شهور كنسمعوا محللين سياسيين ومحللين استراتيجيين ويوتيوبرزات مغاربة كيهضروا على استرجاع الصحراء الشرقية وحاملة لاسترجاع الصحراء الشرقية. دابا تخيلوا معايا غادي تفوت واحد 100 عام والظروف غتبدل وحنا نطالبوا بالصحراء الشرقيه ديالنا. غادي شويه قلنا عقلته قبل 100 عام يخرج واحد دومير حفيد ديال دومير يخرج، وقبل 100 سنه جاء فريق نهضه بركان الى الجزائر بخريطه المغرب بالصحراء الغربيه فقط. ولم تكن هنا يعني يولي ذاك القميص ديال بركان يولي هو وثيقه تاريخيه ديال ان الصحراء الشرقيه ماشي مغربيه. فلهذا فاللي خاسر في هذا الشيء هو المغرب، حنا اللي مضحوك علينا، حنا اللي مقولبين، حنا اللي هازين القالب. عندكم عندكم هذيك النشوه ديال الناصر والنشوه ديال هادي تنسيكم ان راه ممكن ممكن يكون شي فخ محطوط، ممكن يكون شي فخ محطوط. الخريطه المغرب مازال ما كاملاش، واخا فيها الصحراء الغربيه المغربيه، خريطه المغرب مازال ما كاملاش، مازال ناقص اراضي اللي فرنسا سرقاتها للمغرب وعطاتها لهم هما. وهادشي مازال ما صفيناش الحساب معاهم، لا مع فرنسا ولا مع الهوكيين. فلهذا انا كنشوف هاد الشيء، هاد الفرحة وهاد القاعدة خسروا 3-0 اجيو عندنا ويلعبوا معانا وخارطة المغرب، هما اصلا داروا صنعوا طنطانستان باش انت ما تطالبش بالصحراء الشرقية المغربية، باش انت ما تطالبش يعني بالصحراء الشرقية المغربية. حنا ربحنا ماتش 3-0 ولكن خسرنا ارض شاسعة وخسرنا اراضي مغربية. فحذاري من هادشي الاخوان، ركزوا ركزوا ركزوا، ما تخليش بنادم يصيدك تيني ما خلي يعني. راه بعض المرات حتى في الحروب كيجي العدو كيخليك انت تندافع وتقتحم وتقول واه انا انتصرت حتى كيطوقك.
دابا هما طوقونا بالعربيه تاع العرب، دابا حنا طوقنا راسنا صافي، حنا حددنا الخريطه ديالنا، الخريطه ديالنا حددناها. يعني حتى مثلا المستقبل كما قلت لكم الا جاو شي اجيال وبغاو يرجعوا الحق للاجداد اللي ضاع، لا انتم صافي هو المغرب هو هذا صافي. وحتى هذه الخارطه المغرب ديال بركان، هذه خارطه المغرب ديال بركان ديال القابس بركان اللي فيها الصحراء الغربيه المغربيه، حتى ديك الخريطه دابا هما خاشين كرموسهم في الصحراء الغربيه. يعني شوفوا القلب. فانا في نظري الاخوان اللي بغى يتقلق يتقلق، اللي بغى يقول انا كنقول رايي ديالي، هذه الخريطه المغرب ما نديروهاش، سميتو في القمصان ما نديروهاش، اما نديرو الخريطه المغرب كامله ولا ما نديروش صافي، حيت حنا ناقص لينا اراضي سرقتهم فرنسا، ناقصين لينا ولازم نتفاوضوا معاهم وخصنا نوضوا معاهم اللي بغاو باش نرجعوا الاراضي ديالنا. اما هادشي ديال فكروا المستقبل، فكروا المستقبل، المستقبل فكروا لي الا نتوما وحنا ما قدرناش نرجعوا الصحراء الشرقيه، علاش غادي نجيو غادي نكتفوا احفادنا باش يرجعوها؟ علاش بحالنا ما قدرناش نرجعوها؟ ممكن احفادنا يرجعوها، ولكن علاش غادي نكتفوهم؟ علاش ماتش بسيط بايخ، ماتش تافه الكره، نعطيوهم وثيقه تاريخيه ان الصحراء الشرقيه ماشي مغربيه؟ علاش